الحضور الكرام، أولا وقفة انحداد على أرواح شهيدات النضال في البحرين. شكرا. نرحب فيكم اليوم. اليوم نحتفل بيوم المرأة العالمي الموافق ل 8 مارس. ويحتفل فيه العالم بإنجازات النسائية بكافة المجالات. وقد اتخذت الأمم المتحدة شعارا الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030. فعلى الصعيد العمالي في مملكة البحرين، فقد حصلت المرأة مقعدها الرابع بعد أن كانوا ثلاث. فكل عام ونساء العالم بألف خير أينما كانوا وتحت أي صفة يحملونها ولأي هوى ينتمون. فلتتفضل الأستاذة عائشة بوشيري الآن مع كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي تلقيها الأستاذة نهى حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا بالأمن والسلام والمحبة. يسعد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن تشاطر المنظمات النسوية والحقوقية وكل المنظمات المهتمة بقضايا المرأة احتفالها بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس، وأن تعرب عن تقديرها لنضالات المرأة في كل مكان الممتدة على مدى عقود والتي تكثفت في القرون الثلاثة الأخيرة، حيث شهد المجتمع الأمريكي في منتصف القرن 19 أولى الانتفاضات البارزة تحت شعار الخبز والورود، سعياً لتحقيق مبدأ المساواة في الأجور وتحسين ظروف عمل المرأة والحد من ظاهرة عمل الأطفال. وقد تلت تلك الحركة حركة المرأة الروسية التي اندلعت في أعقاب اشتعال شرارة الحرب العالمية الأولى تحت شعار الخبز والسلام، والتي لاقت صداً ومساندة واسعين لدى المرأة الأوروبية قبل انتقال الجدوى إلى مجتمعات الدول الأخرى. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تحتفل مع المجتمع الدولي هذا العام تحت شعار الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030، فإنه لا يفوتها أن تحيي نضالات المرأة العربية في كل مكان، وتعلن تضامنها مع المرأة البحرينية التي ضربت أروع الأمثال في العطاء والمشاركة الفاعلة في تطلعات المجتمع البحريني من أجل خلق واقع أفضل تسود فيه مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان. كما لا يفوت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن تقدر مساهمة المرأة في الشأن المحلي الذي جسده صبرها وتضحياتها وانخراطها في الحراك المتطلع لغد أفضل. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تشارك الحركة النسائية والحقوقية وكل المنظمات المعنية بالمرأة وقضاياها احتفالها بهذه المناسبة المجيدة التي اعتمدتها عام 1977 المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ودعت جميع الدول للاحتفال بها،
فإنها تتطلع على الصعيد الدولي إلى أن تتحقق المنجزات التالية المعلنة من قبل الأمم المتحدة لتجسيد شعار الاحتفال لهذا العام والمتمثلة في التالي: أولاً، ضمان أن يتمتع كلا الجنسين بتعليم جيد وصولاً لتحقيق مخرجات تعليمية فعالة بحلول عام 2030. ثانياً، ضمان حصول كلا الجنسين على نوعية جيدة من الاهتمام بنمو ورعاية مستمرين منذ الطفولة المبكرة. ثالثاً، القضاء على كل أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء في كل مكان. رابعاً، القضاء على كل مظاهر العنف ضد المرأة بما في ذلك أنشطة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي أو التشويه الجسدي أو الزواج المبكر أو التحرش الجنسي وغير ذلك. وعلى الصعيد المحلي، تضم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان صوتها إلى صوت المجتمع المدني في مطالبته بما يلي: أولاً، إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة. ثانياً، تحقيق المزيد من خطوات تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. ثالثاً، توسيع المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة العامة. رابعاً، القضاء على كل صور التمييز ضد المرأة. خامساً، تعديل قانون الجنسية بما يتيح للمرأة منح جنسيتها للأطفال والزوج. سادساً، إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة بما يحقق المزيد من الحقوق للمرأة. سابعاً، إزالة كل التحفظات الواردة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو. ثامناً، تعديل التشريعات بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة. تاسعاً، الحرص على إدراج مفاهيم المساواة بين الجنسين في كافة المراحل الدراسية. عاشراً، الاهتمام بالبرامج الإعلامية التي تكرس مفاهيم العدالة والمساواة. وأخيراً، فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي وقفت على الدوام إلى جانب توسيع مجال الحريات يؤسفها مبادرة بعض رجال السلطة التشريعية وتداعيهم لإعادة النظر في مواد اتفاقية السيداو كما صدقت عليها حكومة البحرين، بحيث يتم فرض المزيد من التحفظات التي تجاوزتها المجتمعات العربية والإسلامية. ونأمل أن تتكاتف جميع الجهود للحيلولة دون هذا النكوص التشريعي الذي يتعارض مع مطالبات منظمات المجتمع المدني وفي طليعتها المنظمات الحقوقية والنسوية والسياسية في رفع جميع التحفظات وبدون استثناء. وشكراً لكم. نشكر الأستاذة نهى حسن على الكلمة. والآن مع كلمة الاتحاد النسائي تلقيها الأستاذة فاطمة بدريس. مساء الخير. يعني كلمة هي لا تختلف كثيراً عن كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لأن فيها هي تركيز لبعض القضايا المهمة اللي احنا نتطلع إليها. الإخوة والأخوات، نحييكم من هذا المنبر الحر، منبر وعد، هذا المنبر الحر، ويشرفنا أن نتقدم بالتهنئة لكل امرأة بحرينية وتحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية حيث تواجه الاحتلال طمعاً في الحرية وتحقيق الهوية. تحية للمرأة العراقية والسورية حيث تمارس أعتى صنوف الذل تحت سندان الإرهاب الداعشي. تحية للمرأة اليمنية، تحية للمرأة النازحة واللاجئة. نقف هنا لنحتفل بيوم المرأة العالمي، ولكن ماذا يعني يوم المرأة لكل هؤلاء؟ سؤال يبقى جوابه عند من يدقون دفوف الحروب وعند من يسترزقون من سقوط المزيد من الضحايا. أخواني وأخواتي، منذ 2009 والاتحاد النسائي يمر بوضع صعب،
ولكن زاد الأمر حدة في نهاية عام 2015، والجميع يعلم بهذا الوضع، ولكننا في الاتحاد كنا حريصين على أن نبقى ممثلين للمجتمع الأهلي النسائي، وأن نحمل على عاتقنا العديد من الملفات والعديد من الصعاب والمهام التي تجعل البعض يتراجع للخلف، ولكنها للأمانة زادتنا تلك الظروف إصراراً على التأكيد على مجمل القضايا التي نؤمن بها ونتمسك فيها. كان للاتحاد وقفة جادة للتمسك بالملفات التي يتبناها ويحركها سعياً لتحقيق المكاسب للمرأة البحرينية، ومنها نؤكد على موضوع المساواة بين الجنسين في ظل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 سعياً من أجل تناصف الكوكب. وهذه المساواة يجب أن تتمثل في جميع المجالات القانونية، السياسية، التعليم والعمل. والنقطة المهمة تعديل قانون الجنسية البحريني الصادر عام 63، وخاصة المادة 4 التي تمنح التي من الممكن أن تمنح المرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها في حال تعديله، في حال كان زوجها غير بحريني. وقد قمنا هذا العام بتاريخ 15 و16 فبراير بإقامة مؤتمر إقليمي حول قوانين الجنسية، ونال المؤتمر سمعة محلية وعالمية، وقمنا بمقابلة مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووظفنا الإعلام بصورة ممتازة لنشر القضية، ولدينا خطوات مستقبلية. من ملفاتنا الأساسية أن يرى النور قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري، وقد طرحنا هذا الأمر على لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، وإن كان أملنا أن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية. إزالة التحفظات عن بنود اتفاقية السيداو، لأن ما يتم إثارته حول الاتفاقية هو تراجع عن المكتسبات التي تحققت بتوقيع الاتفاقية. وقد التقينا مرتين بلجنة المرأة والطفل بمجلس النواب حول هذا الموضوع، ووضحنا لها وجهة نظرنا وإصرارنا على إزالة التحفظات. المطالبة بإجراء بعض التعديلات على قانون رقم 17 لعام 2015 والخاص بالعنف، فوجود القانون هو خطوة إيجابية، ولكن لدينا مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي نرى أنها لم تتحقق في القانون. وقبل يومين طلب منا سعادة رئيس مجلس النواب بتقديم مرئياتنا حول القانون، وقد أعددنا مذكرة بالملاحظات حول القانون، وربما غدا أو يوم الأحد نقدمها لمجلس النواب، وضحنا فيها كل وجهات نظرنا بالنسبة للقانون. من ضمن ملفاتنا العمل على إزالة المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تمنح المغتصب فرصة الإفلات من العقاب في حال ارتضت الضحية بالزواج منه. أيضاً لا يفوتنا هنا أن نؤكد أن قانون الجمعيات والذي يكبل العمل الأهلي لنا مرئياتنا لكي تكون هناك فرصة للعمل والعطاء من أجل مجتمع مدني خالي من كل العقبات ومن كل الضغوطات. نشكر لكم ونهنئكم مرة ثانية، ونتمنى أن يكون الاتحاد هو الدائرة الذي يجمع كل نساء البحرين، وشكرا. أشكر السيدة فاطمة بودريس على كلمتها، ونتمنى أن نحصد المزيد من المكاسب للمرأة البحرينية. أترككم الآن مع الأستاذة عائشة بوشيري لتلقى كلمة نيابة عن مكتب قضايا المرأة في وعد وقطاع المرأة في المنبر التقدمي، فلتتفضل. يا
الهم واحد، فالكلمات يمكن تكون متشابهة بعض الأهم. الأخوة الأخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. يحتفل العالم في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، الذي يشكل محطة تاريخية توجت نضال المرأة ضد الظلم والقهر الاجتماعي والعنف والتهميش وعدم المساواة والتمييز. ففي هذا اليوم من عام 1908 خرجت النساء في مسيرات حاشدة في عدد من بلدان العالم احتجاجاً على الظروف الغير إنسانية للمرأة العاملة، مطالبات بحقوقهن المشروعة التي تتمحور حول تقليل ساعات العمل ووقف عمالة الأطفال ومنح النساء حق التصويت والانتخاب. فكانت بداية نضال مستمر حتى وقتنا الحاضر. في عام 1977 أقرت الأمم المتحدة اعتبار 8 مارس يوماً للمرأة، تقديراً لها واعترافاً بعدالة قضيتها. وفي عام 1993 نالت المرأة مزيداً من الحقوق باعتراف وإقرار المنظمة الدولية على اعتبار أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمي على جميع الأصعدة والمستويات. الأمر الذي ساعد على وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع المرأة عالمياً، مكفولة بحقوق ومكتسبات منها الحق في التعليم والحق في المشاركة السياسية التي كانت محرومة من الحق في الرعاية الصحية وحقوقها كزوجة وأم وكعاملة. كل هذا النجاح رغم بطئه جعل من 8 مارس يوماً للاحتفال بكل نضالات المرأة ومثابرتها لنيل حقوقها وانتصارها في جعل العالم يقر بذلك. كما يشكل 8 مارس محطة وفرصة لتقييم الإنجازات والمكاسب وتعديل وإصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتيجيات النهوض بالمرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من قبل حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بقضايا المرأة. 8 مارس ليس فقط للاحتفال، بل أيضاً يوماً للتقييم والتصحيح والبناء والعمل. يعود 8 مارس هذا العام وقد أكمل الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 عامه الخامس. وفي حين يتحدث شعار الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي هذا العام عن عالم متساوي أو عالم كوكب متناصف بحلول 2030 خطوة متقدمة للمساواة الجندرية، الأمر الذي يعني وضع أجندة وأهداف وقضايا المرأة ضمن الأجندة والأهداف والميزانيات العامة للدولة. لا تزال المرأة في البحرين مطالبة بالفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية والأمن والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية. نضال ومطالبات امتدت منذ 50 القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر. إن مكتب قضايا المرأة في وعد وقطاع المرأة بالمنبر التقدمي يدعوان إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ويؤكدان على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق. كما يؤكدان على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل، وتنقيح القوانين المقيدة لهذا الحق كقانون الجمعيات الأهلية. وعلى الصعيد الاقتصادي دعم حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس أو العقيدة أو المذهب، والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية مثل اتفاقية رقم 100 المختصة بتساوي الأجور، بالإضافة إلى الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة وهي التي تمثل بنية تشريعية لإجازة الأمومة للمرأة العاملة. أما على الصعيد الاجتماعي
فالعمل على دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدفاع وتبني حقوق المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداء وتعديل كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون الجنسية البحريني الصادر في عام 1963 بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها والاستفادة في ذلك من تجارب الدول العربية التي قامت بتعديل قوانين الجنسية ورفع التحفظ عن المادة التاسعة فقرة 2 من الاتفاقية مثل تونس والجزائر والمغرب في عام 2006 كما تم تعديل قانون الجنسية في مصر في عام 2007 وتم إضافة تحديث له بعد ثورة 25 يناير ليشمل كل النساء المصريات المتزوجات من أجانب يعني بما فيهم المتزوجات من فلسطينيين الحق في اكتساب جنسيتهم لأبنائهم إن الالتزام بأحكام الاتفاقية وتفعيلها لصالح المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب الإرادة السياسية لتتمكن الدولة من مراجعة تشريعاتها ومواءمتها مع نصوص وروح الاتفاقية ورفع التحفظات عنها أما على الصعيد التشريعي فلا بد من تنقيح وتطوير كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون الحماية من العنف الأسري ليكون أشمل يشمل العنف بكل أشكاله قانون أحكام الأسرة وقانون العقوبات وإلقاء المادة 353 وهي التي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلقي عقوبته إذا تزوج ضحيته تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوي وعدم التمييز ومحاربة الفساد واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات تحية للمرأة العربية في كل مواقعها وعلى رأسها المرأة الفلسطينية في هبتها الشعبية ونضالها المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب تحية للحركة النسائية رافدة أساسية للحركة الوطنية الديمقراطية تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل وتحية لكم جميعا مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد وقطاع المرأة في جمعية المنبر التقدمي وشكرا لاستماعكم شكرا للأستاذة عائشة بوشيري على كلمتها فالآن أبيات من الشعر تلقيها على مسامعكم الشاعرة نادية الملاح مساءكم محبة وسلام قبل أن أبدأ بقراءة أي نص ربما يلفت نظري جدا أن يكون شعار يوم المرأة هو محاربة العنف ضد المرأة ربما سأسرد موقفاً تعرضت له هذا اليوم بالذات في دائرة استصدار البطاقة الذكية على ما يقال أربع سنوات بعيداً عن العنوان الأصلي الذي أعيش فيه بسبب لن أقول سيطرة الرجل وإنما سأقول بسبب تخلف مجتمع ما زال يدعي بأنه يعيش تحت مظلة الدين تحت مظلة الشرع في الوقت الذي هو فيه أبعد ما يكون عن رب العالمين بقيت ربما أكثر من نصف ساعة في انتظار دوري ليواجهني الموظف في النهاية بقوله أني لا أستطيع أن أغير لك عنوان السكن لأن ببساطة المحكمة لم تمنحك حق الانفصال عمن يعلقك على مدى أربع سنوات سأقول تباً لمن يدعون الدين وتباً لمن يمارسون العنف نفسياً أو جسدياً ضد المرأة لا أقول هذا الموقف استعطافاً أو طلباً لشيء إنما أقوله لأنني أقف هنا وأقرأ أبسط قواعد اللغة العربية في حين تختفي في مجتمعي أبسط قواعد الإنسانية في التعامل نص أول بعنوان كفتان تتصارع
في العمق امرأتان، تتصارع في العمق امرأتان كالماء تقتات على لون جراح مهزومة، عاشقة ترقى نحو سماء لا معلومة. انفاض النزف توارت خلف النبض العذري، انهاج العشق تمرأها الوجد المنسي. ضدان وفي الأنفاس حكاية لا تقرأها إلا نون النبض المخفي. ضدان ولا يلقى النصف نقيضة من أقصى النور وحتى أبعد ظلمة. في العمق أراني ضدين كيف اجتمعا ولماذا؟ أين الأول؟ شيطان ينقض على أشرعة الضوء ويحتل خباياها ويوسوس للأرواح، يدغدغها يشعل جذوة سكرتها، ينتشل الفرحة من أولها حتى تمتد لأخراها، فترى في الدرب ملاكا من نور أو من عين حور. تتمثل جنات الله بأنفاسي في ضوء عيوني، إحساسي في خفقان الخطوة إنسالت دمعة مكلوم تتهاوى، وأراني في عينيك وحسبي أنثى ما خلقت إلاها تختزل الكون بشهقة، والزفرة نار فحواها الشوق وعشق يعصف بالأجراس. إني وحدي كفتك الأخرى ضع فيها كل الناس. من قال قلبي يحتري حب جديد، من قال روحي للمواجع تحتمل. قلبي انطرد من جنته مثل العبيد، ليش الفرح في دنيتي ما يكتمل؟ أصبر وأقول بخاطري باكر أكيد غيمة فرح تمطر سعادة وما تمل. باكر يجي مرة وعشر وعشر تزيد، لا حزني يبرح خيمتي ولا ينحمل. ما عاد لي شي ينشده أو أستزيد، ما عاد لي شي ينشده أو أستزيد، دمعاتي تفضح حسرتي من تنهمل. النزف يذبح مهجتي وقلبي طريد، ومني العمر صاير بواقي تنسمل. بحضن سكوتي علني بس ما أصيد، بحضن سكوتي علني بس ما أصيد، ويمكن بصمتي كل جراحي تندمل. على شفا صفرة، هذا النص قرأته قبل يومين في المنبر التقدمي، وذكرت أمام الحضور بأني سأكون أكثر شجاعة هذه المرة لأقول بأن هذا النص يختزلني كما أنا لعشرين عام مرت على ذمتي من لا ذمتي له. عشرون مرت والسنون مكبلة، والعمر يفنى في هواجس أسئلة. يا زهرة الأيام ريا شارفت لون الذبول بخطوة متمهلة، روح الفراش بصدرها مكنونة يقتات ضوءا، والعيون مضللة مدت رؤاها في غصون محبة. الماء دمع والجذور مهلهلة، لا الشمس دفء
لا الشمس دفء لا الضلوع تصونها تبا لروح كالبراثن مهملة تمضي ظلال الليل دون شموسها فالنور وهم والربيع كمقفلة شاخت رواب والخريف أحاطها شاخت رواب والخريف أحاطها حطت نسور واستباحت بلبلة يا تعس قلب الظامئين للحظة فيها التجلي لو يجيء ليشعله غابت في غياهب لوعة والذئب عات لم يغادر سنبلة ذاك القميص وبقعة في نسجه ما كان كذبا فالدماء مجلجلة ما قد عمر بل تفتت عنوة ما قد عمر بل تفتت عنوة ما ضاع حلم كم حواه ليشتله الغدر وشم في الجبين كغرة والصدق وهم قد أباح تبدله وجهي بقايا من ملامح طفلة وجهي بقايا من ملامح طفلة بالحزن نحت والدموع مغلغلة وجهي سماء بانطفاء نجومها غاض الضياء وفجرها ما أجهله تدنو المنون وبازدراء تبعد والكبرياء كنخلة متبتلة هزي إليك بغيمة وتبركي فالغيث يهفو لليباس ليبدله 20 تاهت كانبعاثة كذبة 20 تاهت كانبعاثة كذبة عمر يتيه به الضباب ليخجله قربان روحي قربان جرحي في ابتسامتي أنجمي قربان جرحي في ابتسامتي أنجمي تسبيح عين بالدموع مبللة أقمار عمري يا ضياء حالني بعض ابتسام والنوار تبسملة رحماك ربي عفت فيك هواهم رحماك ربي عفت فيك هواهم فالحب فيهم قد أحيل لمهزلة 20 غاضت قد ولدت مجددا 20 غاضت قد ولدت مجددا فاقطع حبالا بالمشيمة موصلة حيرا قضيت وفي الظلام تخبطي حيرا قضيت وفي الظلام تخبطي بالرغم منه في يدي البوصلة بالرغم منه في يدي البوصلة. لا أدري إن كان الوقت متاحا لنص آخر. عتبة مكسورة وكنت إذا ما مر ظلك أرنو وأرقص بين يدي ابتكار ابتسام وبين العيون حديث يطول وفي القلب نبضي يسير كلي وصوتي الذي تهجأ لاسمك ذات حياة يهلل عرسا ووعدا بضحك وثير وصرت إذا ما حضرت أجيء وقلبي انقباض فماذا سأسمع منه
وماذا يقول وكيف سيهجو لقلب الخجول وكيف سيوغل في حرقتي وكيف يغادر شبه الأفول وكيف 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 وألف سؤال بنزفي يثور فهل صرت إلا بعيض أنيسنا مني يتيه. شكرا. نشكر الشاعرة على كلماتها. بس في إعلان ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي 8 مارس تنظم اللجنة التنسيقية بين قطاع المرأة بمبر التقدم ومكتب قضايا المرأة بجمعية وعد العام الوطن الديمقراطي حلقة حوارية بعنوان مرسوم بقانون تعديل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التنمية ضد المرأة. السيدة تمييز عفوا وذلك يوم السبت الموافق 12 مارس في الساعة 9 صباحا في مقر التقدم. الدعوة عامة. سأخذ فرصة من وقوفي هنا لأهنئ المرأة النقابية والحركة النقابية بعد أن حصلت المرأة المقعد الرابع في الاتحاد العام نقابات عمال البحرين. فتحية للمرأة النقابية المناضلة وهنيئا لنا هذا الإنجاز. والآن أترككم مع فقرة غنائية من تقديم حسين عبد الله. يا شمسنا لن تعرف المغيب عندما نحتضن وتضحك الزهور في موسم الربيع
فتضحك الزهور في موسم الربيع، في موسم الربيع، في موسم الربيع. أمي ويا قبلتي بالحياة، سأحميك من غالة المعتدي، وأدفع عنك جيوش الغزاة، وأعطك يدي، وأعطك يدي. أمي ويا قبلتي في الحياة، ونسقك الدماء وقطرة المطر، فأنت حبنا لنوقد الأمل، ونسقك الدماء وقطرة المطر، فأنت حبنا، فأنت حبنا. وطني أوال، وطني أوال، وطني الذي غرغرت له الطيور، أسمان له، وطن الذي قد غردت له الطيور، وسجل التاريخ أسمان له. شكرا. وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور، يا الزينة ذكريني لغايبة بحور، وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور، بارد ويا الصيف ولا الشتا ليرد، ولا مع الاشواق وقت الرب، بارد ويا الصيف ولا الشتا ليرد، ولا مع الاشواق وقت الرب او الور، وقت الرب او الور. يا الزينة ما فارق البحرين، ما فارق البحرين، ما فارق، في قلبي مزروعة ومحفوظة وسط العين، محفوظة وسط العين، حلف. يا الزينة ما فارق البحرين، ما فارق البحرين، في قلبي مزروعة ومحفوظة وسط العين، محفوظة وسط العين، محفوظة وسط العين. أشتاق أشم العود ولا على طيبي، أشتاق أشم العود. صوتكم خطو الحن لي، خطو خطو على الجفة، بارد ويا الصيف ولا الشتا ليرد، ولا مع الاشواق وقت الربيع والورد، بارد ويا الصيف ولا الشتا ليرد، ولا مع الاشواق وقت الربيع والورد، وقت الربيع والورد. وانا بعيد بعيد ما عندي غير الله، ما عندي غير الله،
حملت نيم السما شوقي لكم ويا شوقي لكم ويا والسيطر الفيلة ولا حمل وصا والسيطر الفيلة ولا حمل وصا حمل موج البحر حمل موج البحر سلام ما ودا بارد ويا الصيف ولا شت ليرة ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد وقت الربيع والورد وقت الربيع والورد. شكرا 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 لكم. بعد اشتبون غنوا بعض فيكم طريقنا طريقنا أنت تدري شوق وعر عسير صوت على جانبيه لكننا سنسير طريقنا أنت تدري شوق وعر عسير موت على جانبي لكننا سنسير إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام سنسير إلى الأمام إلى الأمام سنسير إلى الأمام سنسير فهبوا جميعا أسود النضال وضحوا وسوروا لأجلي أوال ذبذوا دماء وحققوا المحال لتحرير شعب من الاستغلال للتحرير شعب من الاستغلال طريقنا أنت تدري شوك واعر عسير صوت على جانبيه لكننا سنسير سنسير شكرا شكرا